بعد مفاوضات عسيرة وكثير من الشد والجذب بين الجامعة العربية والحكومة السورية، شرعت بعثة المراقبين العرب في مهمتها على أمل الكشف عن الحقيقة على أرض الواقع السوري. لكن ما أن بدأت البعثة مهمتها حتى ثارت تساؤلات عديدة حول إمكانية قيام البعثة بمهمتها على الوجه المرجو في ظل الظروف المتاحة والأجواء المتوفرة لها، وقد صاحب ذلك انتقادات عديدة إلى درجة مطالبة البعض بإقالة رئيس بعثة المراقبين العرب بعد اتهامه بعدم الشفافية. مهمة المراقبين العرب في سوريا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج أجندة مفتوحة. أرحب بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي، أنا محمد سيف النصر، وأرحب أيضا بضيوفي وهم من دمشق الدكتور حيان سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة تشرين، ومن القاهرة الدكتور حسن نفعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمود علي الخلف مؤسس حزب الوسط السوري. لكن قبل أن نبدأ الحوار سنتابع معا هذا المقطع الذي يعكس جانبا من تطور الأحداث مع بدء بعثة المراقبين العرب مهمتها إلى سوريا. إطلاقا في مدينة واحدة أو لن نحدد مدينة واحدة وننتظر، سنزور كل هذه المدن بالتتالي بإذن الله تعالى. لقد تحدثنا اليوم عبر الهاتف مع مراقبي الجامعة الذين وصلوا إلى حمص وهم في أحد فنادقها، وسألناهم لماذا لم يذهبوا إلى منطقة بابا عمرو وسط المدينة، فأجابونا نحن نطلب سيارات وهم لا يؤمنون لنا هذه السيارات، لا يؤمنون لنا الوسائل اللوجستية للذهاب إلى بابا عمرو، إنهم أسرى للنظام السوري. الله أكبر! حجب باب دريب، خلفوها يضغط عليه للنار. إنها مهزلة، إن النظام السوري يسخر من اتفاق الجامعة العربية بموافقته على زيارة المراقبين في حين أنه أخلى السجون من المعتقلين، كما كشف عنه تقرير Human Rights Watch بشكل واضح أمس. لقد تم إخلاء بعض السجون في حمص وتحويل المسجونين إلى مواقع أخرى، كما استعين بأشخاص لاستخدامهم كجنود مسلحين لإقناع المراقبين بأن المقاومة مسلحة. صحيح أن بعضها مسلح، ولكن هناك مقاومة من شكل آخر. من الواضح أنه تم فبركة هذه المشاهد من أجل عيون المراقبين من الجامعة العربية. هذا التزوير هو الذي يقلقنا، تلاعب النظام ثم عدم احترافية هؤلاء، جهالتهم للأماكن، انتقائيتهم، كل هذا يثير لنا الشكوك والتحفظات. شاهدوا بعيونهم الشهيد الطفل، وشاهدوا بعيونهم الشهداء لدينا، وشاهدوا اطلاق الرصاص، وشاهدوا كل شيء. ويظهر رئيس البعثة ويقول ان ليس هناك الوضع هذا في مدينة حمص، هذا ليس شفافا بصراحة. نحن نطالب اما بتغيير رئيس بعثة المراقبين او رفع الغطاء العربي عن نظام بشار الاسد. أجدد التحية مشاهدينا وأبدأ بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمود علي الخلف، بعد طبعا أن شاهدنا اللقطات السابقة تلخص طبعا الأجواء منذ بدأت بعثة مراقبي الجامعة العربية عملها على أرض الواقع. بعد أن بدأ هذا العمل الفعلي، كيف تقيم أو تنظر المعارضة السورية إلى مهمة المراقبين العرب؟ بداية دعني أوجه تحية إعزاز وإجلال وإكبار إلى شهدائنا الأبرار وإلى أبنائنا الأحرار الثوار في أرض سوريا قاطبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي جرحانا الذين يسقطون يوميا وعلى مدار الساعة من جراء التعامل الوحشي من قبل السلطة، للأسف الشديد السلطة القائمة في سوريا. نعم أسمع. الجميع في سوريا كان يأمل بأن توفق اللجنة المنبعثة من الجامعة العربية في عملها،
ولكن نحن في المعارضة كنا نعرف يقينا بأن هناك عراقيل قد أعدت لهذه اللجنة وسوف لن توفق في أي حال من الأحوال في الوصول إلى ما هي قادمة من أجله. إن السلطة السورية وللأسف الشديد انتحت منذ البداية، منذ 15 آذار 2011، انتحت منحيين لا ثالث لهما. المنحى الأول وهو الحل الأمني الذي اعتمدته، وهو القتل والتنكيل والبطش. والمنحى الثاني وهو التضليل الإعلامي والفبركة الإعلامية والتزوير. طب تحدثت عن عراقيل أستاذ محمود يعني أمام بعثة المراقبين، هل لك أن تلخص يعني هذه العراقيل كما ترونها في المعارضة السورية؟ عراقيل حقيقة نستطيع القول بأن من خلال معرفتنا وخبرتنا بالسلطة السورية وأجهزتها القمعية الأمنية التي اكتسبت خلال عقود من الزمن، اكتسبت مهارات حقيقة تضاهي بها أي أجهزة أمنية عالمية في الفبركة والتزوير. مثلا هناك لافتات غيرت ووضع مكانها شواخص لأمكنة أخرى. على سبيل المثال أعطيك مثلا، حصلت مجزرة في 17 من هذا الشهر وراح ضحيتها ما ينوف عن 120 شهيد في كفر عويد في منطقة جبل الزاوية. هذا الاسم كفر عويد قد وضع في أماكن أخرى غير كفر عويد الحقيقية، وشواخص شتى وضعت كذلك واستبدلت. عندك مثلا في المعظمية كذلك في دمشق وضعت كلمة المعظمية على الحارة المتطرف النهائي التي يسكنها ضباط ومن أعداد الفرقة الرابعة. طيب لن نستطيع طبعا أن نحصر كافة الحالات، لكن أخذ كلامك هذا إلى الدكتور حيان سلمان في دمشق. دكتور حيان، استمعت طبعا إلى حديث الأستاذ محمود هنا، وهناك أيضا حديث من مسؤولين دوليين ومنظمات دولية كهيومان رايتس ووتش مثلا عن أن السلطات السورية تضع عراقيل أمام عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا، ماذا تقول؟ بداية السلام عليكم لكم ولمشاهديكم، والرحمة لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا تحت خيمة الوطن بيد عصابة إجرامية غادرة ماكرة استباحت الدم السوري، وكان آخرها التفجيرين يوم الجمعة والبارحة. طلاب على مقعد الدراسة، وأنا أتكلم من واقع الحدث وكأستاذ جامعي، رأيت كيف أن دم هؤلاء الطلاب الذين يقدمون الامتحان قد امتزج مع بعضه البعض، وكان الغادر والقاتل هو من استجاب لهذه الدعوات التي توجه من الخارج. وأعود إلى سؤالك، لا داعي للعودة إلى التاريخ لنقول كيف بدأت مبادرة جامعة الدول العربية ثم مشروع البروتوكول ثم البروتوكول، وأتت لجنة المراقبة وبدعوة عربية وبتكليف من جامعة الدول العربية ورحبت سوريا بها، وبدأ التشكيك بهذه اللجنة قبل أن تصل، وتصريحات مجلس إسطنبول واضحة. طيب. والتصريحات الفرنسية حيث لفقوا بعض التصريحات عن أحد أعضاء لجنة المراقبة، واضطرت جامعة الدول العربية لتصرح بأن السيد محجوب أو المستشار محجوب ليس عضوا في اللجنة. دكتور ثم حيان صرحت أيضا اسمح لي كي لا نغرق في التفاصيل، يعني هل كانت لا تزال في القاهرة؟ دعني أسألك مباشرة المرة الأخرى، هل وفرت سوريا مع السيد وزير الخارجية؟ نعم. وذهبت إلى حمص، وانتقل هؤلاء المعارضون الذين لا يهمهم سوى سفك الدماء السورية بأكاذيب تضليلية. طيب. وبتضليل يعني هل إعلانية على أي نحو وفرت سوريا؟ وبدأوا يشككوا باللجنة وماهيتها. نعم. طيب. وتعرف على أي نحو وفرت سوريا السبل التي تكفل نجاح المراقبين العرب؟ هل لك أن توضح لي مباشرة؟ لا أسمع جيدا، يعني أعيد عليك السؤال مرة أخرى، على أي نحو وفرت سوريا السبل التي تكفل نجاح المراقبين العرب في مهمتهم؟
أنا لن أقول هل وفرت، أما أقول ما قاله رئيس البعثة الفريق الأول محمد الدابي وما قاله عدنان عيسى الخضير وهو رئيس غرفة العمليات في جامعة الدول العربية، عندما أشاروا بصراحة وبلغة عربية بينة وبوضوح على أن الحكومة السورية قد تعاونت وأمنت لهم كل الوسائل البارحة واليوم، وقد توزعوا في عدة محافظات في حمص وحلب وحماة وإدلب وفي ريف دمشق. فإذا كان رئيس البعثة صرح وإذا كان المستشارون أنفسهم صرحوا، لكن نحن تعودنا على التلفيق الإعلامي وعلى أن يقولوا الآخرين ما لم يقله. إذا رفضت سوريا سروا بذلك، وإذا وافقت سوريا بدأوا يقولون ما تشتهي لهم أنفسهم. اسمعوا إلى تصريحات أعضاء اللجنة تعرفون هل تعاونت سوريا أم لم تتعاون. طيب دعني أذهب إلى دكتور حسن نفع. دكتور حسن، يعني طبعا السؤال المطروح هل تنجح بعثة المراقبين في عملها، لكن ربما لابد أن يعني نلقي الضوء على مقاييس هذا النجاح أو المقاييس التي تكفل هذا النجاح بداية من وجهة نظرك. سؤال يعني دعنا نقول أن ولادة الاتفاق مع سوريا كانت ولادة صعبة، لكنه تم بالفعل وهناك بروتوكول يحكم هذه العملية، وعلينا أن نلاحظ أن هذه عملية هي الأولى من نوعها. لم يسبق لجامعة الدول العربية أن يعني أرسلت بعثة مراقبين إلى أي دولة، وبالتالي يمكن توقع وجود مشاكل من الناحية اللوجستية والاختيار الأفراد إلى آخره، وبالتالي ليست هناك خبرة سابقة يمكن أن تشكل دليلا أو يعني يمكن الاستفادة من تجارب الجامعة العربية في هذا الصدد. لكن في نهاية المطاف الذي سيقول أن الحكومة السورية تعاونت أم لم تتعاون، أو أنها وضعت عراقيل أم لم تضع عراقيل، هي البعثة نفسها ورئيس البعثة والمتحدث الرسمي بها، وهؤلاء سيرسلون تقارير يوضحون فيها بالتفصيل ما إذا كان قد تم تضليلهم وما إذا كانوا قد مكنوا من أداء مهمهم. ويعني هم يفترض أن يستمعوا ليس فقط إلى الحكومة ولكن إلى كل من يرغبون في الاستماع إليه من أفراد الشعب ومن أي طرف آخر، وسوف يرصدون ما يرونه ويرسلون بذلك إلى الأمين العام للجامعة العربية من ناحية وإلى وزير الخارجية السوري من ناحية أخرى. وقد لاحظنا أن بعض الأطراف ادعوا أنهم أعضاء في البعثة ثم تبين أنهم ليسوا أعضاء في البعثة، وبالتالي هناك محاولة للتضليل الإعلامي وهي كشفت، وعلينا أن نكون حذرين من المبالغة في أو من اعتبار كل ما يقال في وسائل الإعلام وكأنه حقيقة يتعين التسليم بها. طيب البعثة وحدها هي التي تستطيع أن تقول ما إذا كانت قد مكنت من أداء مهمها أم لا. طيب يعني دكتور حسن، بقراءة المشهد من الخارج، الظروف والملابسات التي يعني تؤدي البعثة عملها خلالها في سوريا، هل بشكل عام تسمح بأداء العمل بشكل مستقل ونزيه؟ يعني استمعنا إلى أيضا شكاوى من بعض المراقبين من عدم توفير وسائل النقل، حقيقة أن السلطات السورية يعني ذاتها هي المسؤولة عن توفير وسائل النقل والوسائل اللوجستية لهذه البعثة، هل كل هذا يعني يجعل من يتابعون عملها يطمئنون لأن الأمور ستسير كما ينبغي وعلى ما يرام؟ طبعا المسائل اللوجستية ربما تكون هي المشكلة الأقل حدة، لأن المسائل اللوجستية يمكن تعوضها، وإذا لم تكن هناك غير هذه المشكلة فيمكن التغلب عليها وتحتاج إلى بعض الوقت، لكن يمكن التغلب عليها. لكن المناخ الذي تفضلت بذكره هو مناخ صعب في واقع الأمر، لأنه هناك بالقطع رغبة من جانب الشعب السوري في الوصول إلى نظام ديمقراطي حقيقي، وبالتالي هناك رغبة في التحول الديمقراطي، وهناك نوع من العناد من جانب النظام السوري. لكن هناك في الوقت نفسه، ويجب أن نعترف بهذا، أن هناك قوة إقليمية وقوة دولية تتدخل في المسألة السورية،
وهي ليست متروكة فقط لعفوية الشارع السوري أو لمطالب الشارع السوري. وهنا الإشكالية الحقيقية، لأن هناك من يريد تغيير النظام ولو بالقوة، وحتى لو تم التجاوز على إرادة الشعب السوري. وبالتالي الفصل بين المطالب الحقيقية للشعب السوري والجزء المتعلق بالتدخل الأجنبي أظن أنه صعب، وسوف يشكل هذا عبئا بالقطع على قدرة بعثة المراقبين العربية على أداء مهامها بشكل محايد ونظيف. طيب أعود إلى أستاذ محمود هنا في الاستوديو. يعني المراقبون فعلا خرجوا بتصريحات إيجابية على الأقل على اليوم الأول لعمل اللجنة. شاهدنا أو استمعنا لتصريح رئيس اللجنة يقول أن الأمور صارت بشكل طيب بالنسبة لعملهم في حمص، وأنهم لم يشاهدوا ما يثير الفزع هناك. يعني هل المشكلة فقط تتعلق بعراقيل تقولون أن السلطات السورية تضعها أمام البعثة، لم تشتكي البعثة منها بشكل ملحوظ، أم هناك مشاكل أخرى؟ أعتقد ما عرض على الجزيرة وغيرها من قنوات فضائية مع رئيس اللجنة بالذات حينما كان يحاوره أحد النشطاء السوريون بالإضافة إلى نشطاء آخرين، كيف كان يحثه في سبيل أن يزور باب عمر ولكن يرفض، ولا إمكانية له حسب ما قال بسبب هناك تواجد قصف، بالإضافة إلى أنه في مكان آخر وفي صورة أخرى مشهد آخر قدم جلب أحد الأطفال وهو شهيد، قصف من قبل الحاجز القريب قرابة 200 متر تقريبا كان عن لجنة المراقبين، ومع ذلك لم يتعفف الجيش أو الأمن في إطلاق الرصاص، ومن يعني ثم قتل الطفل. الأمر لا يتعلق بعراقيل فقط تضعها السلطات السورية، لكن ترون أن هناك مشكلة مع المراقبين بالأساس، أفهم هذا من كلامك؟ إرهاب وترهيب للمراقبين، كذلك نودي المراقبين كي يزوروا أماكن أخرى في حمص ولكن لم يفعلوا ذلك. ولكن الذي يدعو إلى التساؤل وهو ما تفضل به الدكتور من القاهرة بارك الله به، بأن المراقبين هم المعنيون في تحديد نجاح أو عدم نجاح أو عرقلت أو عدم عرقلت الأمور في سوريا. علينا أن لا ننسى الذهنية التي يتواجد فيها ويتصرف من خلالها النظام السوري، الذهنية الأمنية المتمركزة لعقود، الأهلية التي يتميز فيها في الفبركة. كيف يستطيع المراقب أن يميز بأن هذه الشاخصة كانت أصلا لعين لاروز مثلا والآن بدلت وأصبح مكانها شاخصة أخرى؟ فهذا أمر لا بد من الإشارة إليه. بالإضافة إلى أمر لو تكرمت، كيف نستطيع أن نقول بأن رئيس هذه اللجنة بأنه كان عقلانيا إلى درجة بأن تمكنه أن يلعب هذا الدور، في حين قد أسرع في وصف اليوم الدموي الذي أسقط فيه أكثر من 32 شهيد، قال بأن وضع حمص مطمئن. طيب، أين هو من سماعه لقصف الرصاص والمدافع والرشاشات ويقول بنفس الوقت بأن الوضع مطمئن؟ هل يريد أن يحصل بما حصل في حمص مثل ما حصل في دارفور حتى ليشعر بأنه في وضع غير مطمئن؟ أمر طيب يدعو للتساؤل. أتحول إلى دكتور حيان في دمشق. يعني هذا الحديث عن البعثة، وهناك بعض التشكيك حتى في رئيس البعثة بشخصه وفي كيفية سير عمل البعثة والظروف المحيطة بها، كيف تتوقع أن يؤثر على أرجو عدم قطع الصوت. نعم دكتور حيان، هل تسمعنا جيدا الآن؟ الآن أسمعك، لكن نعم. أنا حريص على طيب. كل كلمة، أرجو على أن لا يقطع الصوت. يعني لابد أن هناك عيب من المصدر، نحن حريصون على أن يصل الصوت إليك. أعيد عليك السؤال مرة أخرى. لا أرجو ذلك، لأن هناك قضايا تمرر لا أريد أن تمر. كيف من الممكن أن أعيد عليك السؤال، كيف من الممكن أن يؤثر هذا التشكيك في رئيس البعثة وفي الظروف المتاحة أمام عملها على المهمة بشكل عام وعلى مسار عمل هذه البعثة؟ أنا لا أرى شيء جديد، هم شككوا في كل شيء، هم فبركوا كل الوقائع،
هم وأساليبهم التضليلية الإعلامية، هم شوهوا حتى جغرافية سوريا، هم استنكروا حتى الشهداء الأبرار. من هم؟ أنا لا أرى في شيء. فريق أول أتى اختارته جامعة الدول العربية، شككوا بنزاهته وبخبرته وبعمله. يعني لا أدري كيف يمكن أن يقال على أن يتم تغيير أسماء الأحياء ونحن بنفس الوقت نرى القنوات المغرضة كالجزيرة والعربية تصف مراسلوها ويقولون ها نحن في مكان ما وفي مكان آخر وإلى آخره. إذا كنا نتعامل بهذا الشكل فهذا يؤكد على أنهم لا يريدون لا إصلاحات ولا غيرها، يريدون استمرار سفك الدماء تنفيذا لأجندات خارجية. أنا شخصيا لا أعرف رئيس لجنة المراقبين، لكن من خلال قراءة السي في المختصة لهذا الرجل تبين على أنه فريق أول، ومن العيب أن نقول أنه معرض للجنة تحكيم دولية وأنه من الذي له سمعة غير جيدة في دارفور وغيرها. هذا السؤال يسأل مع جامعة الدول العربية وليس من لكن اسمح لي، عندما نطق بالحقيقة واطلع على وجود هذه العصابات الإجرامية بدأوا بالتشكيك به وبدأوا بتوجيه كافة الاتهامات لهذا الرجل الذي بلغ من العمر زمنا طويلا في خدمة وطنه وفي خدمة قضايا تشبه القضية التي تجري في سوريا. وصلت النقطة. أستاذ محمود، يعني هذا الطرح من دكتور حيانة حول من يعملون في سوريا الأجندات خارجية، وأشار إليه أيضا الدكتور حسن نفع من القاهرة أن قوة إقليمية ربما تتدخل فيما يحدث في سوريا، كيف ترى هذا الطرح؟ أعتقد بأن الدكتور نافع لا يقصد بأن هناك قوة إقليمية تؤثر في الحدث السوري، لا أعتقد ذلك. هو رمى بأن هناك ما يحدث في سوريا يجعل الأمور في سوريا ينظر إليها العالم بدرجة من الدقة وبشيء من الاهتمام. أما الحدث السوري فهو حدث سوري صرف، هو شعبي انبثق من واقع أليم، تأثر بما تأثر به إخوانهم في تونس ومن ثم في مصر، ومن ثم الشعب السوري ليس أقل شجاعة من إخوانهم المصريين أو التوانسي، ومن ثم انطلقوا وأقالوا ونادوا بحرية. نتيجة ندائهم بالحرية الذي حصل في 15 من آذار حصل ما حصل من مآسي وجرائم على أيدي السلطة الباغية، ما ينوف حاليا عن أكثر من 10,000 قتيل قد ألقوا ونالوا مصرعهم على أيدي السلطة. لا يمكن لنا أن نقول في أي حال من الأحوال بأنه ما يحدث في سوريا هو ناتج لتنفيذ لمخطط أجنبي أيا كان شكله ولونه. معروف بأنه الواقع السوري شعب سوريا كله حر، ولكن هناك فئة واحدة متسلطة، الفئة المتسلطة هي التي تبرمج على أن يكون الأمر دوليا في سبيل أن تبقى رازحة على صدور شعبنا في سوريا. أسأل دكتور حسن في القاهرة، كيف تقرأ التصريحات التي صدرت عن المراقبين ورئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا حتى الآن؟ يعني من الصعب جدا أن نشكك في حياد الرجل، وأنا يعني لست في موقف يسمح لي بتقييم تاريخ الرجل وأدائه، وبالتالي طالما أن سوريا ارتضت قبول هؤلاء الأشخاص وأن الجامعة العربية وثقت فيهم، علينا أن نعطي للرجل حقه، وهو الذي يرى وهو الذي يدير العملية على الأرض وهو الذي يستطيع أن يقول ما إذا كان قد وجه بعراقيل متعمدة أو مصطنعة، أم أن العراقيل التي واجهها هي بسبب سوء الإدارة أو عدم الخبرة السابقة إلى آخره. أريد أن أقول أيضا أن البعثة تحتوي على مراقبين لهم خلفية عسكرية ومراقبين مدنيين، وبالتالي هي لديها من الخبرات ما يسمح لها بتقييم الوضع بشكل دقيق على الأرض. نعم. وما يعني نوع المركبات، نوع الأسلحة التي تستخدم، الجهة التي تستخدم هذه الأسلحة، ما إذا كان الجيش هو المتورط أم ميليشيات إلى آخره. لكن نحن سمعنا أن هناك انسلاخات من الجيش السوري مثلا، سمعنا أن هناك يعني تهريب أسلحة من خارج دمشق، من خارج سوريا إلى داخلها. وبالتالي دور الجامعة العربية هو في الواقع الأمر رصد
كل المخالفات يعني طيب كل الذين يستخدمون العنف نعم وليس فقط من الجانب السوري هل ستتمكن البعثة نعم سنتوقف الآن كل هؤلاء مع هذا هو ما يتعين نعم أن نسمعه من التقارير. وصلت النقطة دكتور حسن، نضطر للتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدي ومستمعي بي بي سي، نعود بعد هذا الفاصل لمناقشة باقي تفاصيل هذه الحلقة من أجندة مفتوحة. عالمك صورك رؤيتك رأيك شاركنا عالمك وأفلامك عن الانتفاضات والثورات في بلدك ليراها ويتفاعل معها العالم. نجدد تحية مشاهدي ومستمعي البي بي سي في القسم الثاني من هذه الحلقة من أجندة مفتوحة. سنضم إلينا الآن من بيروت الكاتب الصحفي قاسم قصير، وأتوجه إليه أبدأ معه هذا القسم من الحلقة. أستاذ قاسم، يعني دعني أسألك مباشرة، إذا نظرنا إلى صورة الوضع، هل من مصلحة النظام السوري حاليا نجاح مهمة المراقبين العرب على الأراضي السورية؟ يعني من الواضح أن سوريا قبلت بمهمة المراقبين العرب بعد طول تردد وانتظار، وبسبب طبعا ضغوط خارجية وخصوصا روسية، لكن يبدو أن النظام في سوريا الآن يجد أن مهمة المراقبين قد تساعده في نقل بعض الوقائع التي كان يتحدث عنها من وجود لمسلحين أو من اعتداءات، لأن هذا يساعده في توضيح وجهة نظره. ولذلك سمعنا بعض أصوات المعارضة التي تعترض على مهمة المراقبين. أنا برأيي أن وجود المراقبين العرب هو فرصة حتى للنظام من أجل توضيح ما يجري داخل سوريا. طبعا هناك حركة شعبية، هناك اعتراضات، لكن هناك أيضا مجموعات مسلحة، هناك اعتداءات على مواطنين، ومن المفيد للجامعة أن تطلع على ما يجري حتى تكون الصورة مكتملة، وهذا ما يساعد في الوصول للعلاج الذي هو وقف العنف، كل العنف يعني، والبحث عن حوار جدي بمشاركة جميع الأطراف. حتى الآن يبدو أن النظام نجح في استيعاب دور مهمة المراقبين ووضعها في السياق الصحيح، وأنا برأيي هذا هو بداية العلاج الحقيقي للأزمة في سوريا، بدل أن نذهب إلى التدويل أو بدل استمرار العنف من الطرفين يعني. ونحن الآن أنا برأيي في لحظة مناسبة من أجل إعادة توصيف الوضع في سوريا بشكل دقيق. نعم، طيب دعني أتوجه إلى الدكتور حيان. دكتور حيان، يعني وافقت سوريا طبعا على استقبال المراقبين، لكن يعني شهدنا في على الأرض هناك وفي الصحف وما يشير إلى أن الرأي العام السوري غير مرحب بهذه البعثة. هل وافقت سوريا فقط من منطلق الضغوط الدولية التي مورست عليها، أم أن لسوريا مصلحة فعلا في وجود اللجنة وفي نجاح عملها؟ دكتور حيان، هل تسمعنا؟ والله يا صديقي إذا بقيت هكذا سأضطر أنسحب من الاستوديو، يعني أنا حريص على أن أسمع كل ما يقوله ضيوفك. طيب أحاول أن أعيد عليك السؤال مرة أخرى، يبدو أن لدينا بعض المشاكل في لا الصوت. لا، أنا لم أعد أنظر إلى هذا الموضوع ببراءة، أريد طيب أن أسمع كل كلمة أرجوك. دكتور حيان، أعيد عليك السؤال مرة أخرى بمنتهى الوضوح، هل يعني سوريا وافقت على استقبال بعثة المراقبين العرب بناء على ضغوط دولية وربما إقليمية مورست عليها، أم أن لسوريا مصلحة في استقبال اللجنة وفي نجاح عملها؟ بداية كما قلت لك أرجو أن يكون الصوت واضحا وأن لا تفوتني ولا كلمة من ضيوفك. ثانيا أقول دكتور أنا حيان، واضح أن المشكلة من المصدر العقل للعقل. لنا مصلحة في وصول كل جزء من الحلقة إليك كما لبقية الضيوف الذين يستمعون جيدا، لكن أرجو أن لا تمر أي كلمة. يعني يبدو أن المشكلة من المصدر من دمشق لديك. تحاور تفضل. دعنا نتحاور حوار العقل للعقل ويكفينا تقاذف اتهام. تعرف ماذا قيل وكيف أديرت مبادرة جامعة الدول العربية واعترضت سوريا
وتأخر حتى تم الموافقة على البروتوكول. ألو تسمعوني؟ نعم نعم أنا معك تفضل أكمل. أيوة. ومن هناك أقول على أن سوريا وعلى لسان وزير خارجيتها الأستاذ وليد المعلم قال أن البروتوكول والاستجابة للبروتوكول ينبض وينطلق من نبض الشارع العربي. نحن لا ننكر بأننا ننسق مع أصدقائنا، ونحن لا ننكر بأن آذاننا مفتوحة لكل النوايا الخيرة ومن المبادرة العراقية وغيرها، لكن سوريا تمسكت بسيادتها الوطنية واستقلالية قرارها، تمسكت بتوضيح البرنامج الزماني والمكاني لهذه البعثة، تمسكت بأن يكون كلهم عرب حتى لا يتم اختراقهم لا من الموساد ولا من CIA. إذن أقول أن العامل الأساسي كان سوريا، وأن سوريا وكعادتها لا تخضع للإملاءات الخارجية، وإنما برحابة صدر تستمع إلى نصائح أصدقائها. من هنا أستغرب أن دولة كفرنسا التي قزمت في عهد ساركوزي عندما يشكك في هذه اللجنة التي تتألف من 60-70 شخص من خيرة الناس، ويقول على أن النظام السوري لا يتعاون، وأعضاء اللجنة هم أنفسهم قد أبدوا بتصريح واضح بأن سوريا تتعاون لوجستيا وماديا، ويتنقلون في كل الأماكن التي يطلبونها، وهم نفسهم أيضا يرفضون أن يكون الإعلام منهم، استجابت معهم، استجابت سوريا لكل شيء، لكن هؤلاء شككوا في كل شيء، وكما يقال زاب الثلج وبان المرج، لا يريدون إلا استدامة الفوضى في سوريا فقط لا غير. طيب أستاذ محمود، يعني المعارضة السورية ذاتها كانت متحمسة لقدوم اللجنة، ورحبت ودعت إلى أن يفد مراقبون من الجامعة العربية لمراقبة الأوضاع. الآن هناك تحفظ وانتقادات وتشكيك حتى في رئيس اللجنة وفي عمل اللجنة، يعني لماذا يعود هذا برأيك؟ الشعب السوري وليس فقط المعارضة السورية رحبوا في المبادرة العربية، وليس فقط بمجيء المراقبين. للأسف الشديد ببراءة بهلوانية بالتضليل والفبركة المستمرة في سوريا، استطاع سوريا أن تمرر حاليا شيء اسمه بروتوكول، وكأن القضية قضية فقط تنفيذ البروتوكول، ونسيت المبادرة العربية. أول بند من المبادرة العربية ماذا يقول؟ إيقاف القتل. في أول يوم لزيارة المراقبين كم كان شهداء؟ أكثر من 42 شهيد. هذا يعني بأنه فرغت المبادرة العربية من محتواها الحقيقي إلى شيء رمزي حاليا. هذا شيء. لكن لم تكن هذه التحفظات موجودة حتى قبل صدور تصريحات من المراقبين ومن رئيس اللجنة؟ هل لأن التصريحات لم تجيء على هوى المعارضة السورية هكذا؟ نحن لم نستبق التصريحات ولن نستبق علم الغيب، نحن نعلق فقط تحليلا منطقيا على تلفظ رئيس اللجنة في اليوم الأول. كيف يستطيع أن يصدر ذاك الحكم وهو يرى ويسمع بأم عينه بأن في نفس اليوم ما ينوف عن 40 شهيد، ويقول بأن حمص في حالة صحية؟ من هنا نستطيع نحن نقول، وليس نعلم الغيب، لا نعلم الغيب بأن نواياه. نحن نزرع النية الحسنة في هذا الأخ وفي كل أخ آخر من أخواننا في العالم العربي الذين قدموا إلى سوريا كمراقبين، ولكن نحكم على أقوالهم وعلى تصرفاتهم بعد أن تصرف هذا التصرف. من حقنا نحن أن نقوم هذا التصرف ونقول كيف استطاع أن يصدر هذا الحكم، ولماذا يا ترى؟ وفي نفس اليوم هو يعلم بأنه شاهد بأم عينه القصف، وشاهد بأم عينه الطفل الذي سقط شهيدا، وكيف يقول في نفس الوقت بأنه يعني هل المراقبين العرب أي مصلحة غير رصد الواقع وأداء العمل على أكمل وجه؟ يعني لماذا هو سيطلق تصريحات تخالف نحن نقول شاهده ورصده هذا يمكن لك أن تجيب على ذلك، ويمكن أي إنسان ذو عقل أن يجيب على ذلك. طيب. أنا أتساءل وأقول لماذا حصل ذلك وهو يعلم بأنه هذا أمام أعينه قد سقط ذاك الطفل، وهو يقول بأن حمص في حالة صحية. طيب هل وقف القتل في حمص؟ هل وقف القتل في أي بلد؟ دعنا نسأل دكتور حسن نفع، يعني استمرار العنف رغم انتشار المراقبين على الأرض، يعني هل يفرغ عمل اللجنة من مضمونها، وهل يفرغ المبادرة العربية بشكل عام من مضمونها؟
هو بالتأكيد يصعب مهمتها، ولو كان رئيس البعثة حصيفا أكثر لما تحدث عن وجود قتل أو عدم وجود قتل، ولا أمكنه القول أنه سيرسل ما يراه وما يشاهده في تقارير مكتوبة إلى الطرفين. ومن حق وزير الخارجية السوري أن يعقب وأن يدلي ملاحظاته على يعني على هذه التقارير. لكن هو في نهاية المطاف الذي سيقوم ما يجري في سوريا هو مجلس وزراء الخارجية العرب، وهو الذي سيقرر ما إذا كان يمكن الاستمرار في هذه المهمة أم لا. دعونا يعني نتذكر أن للمهمة شقين، الشق الأول هو وقف العنف، ثم بعد ذلك الدخول في مفاوضات لتسوية الأزمة سلميا وتحقيق نوع من التحول الديمقراطي بالوسائل السلمية وبطريقة مقبولة من الطرفين، من جانب النظام السوري ومن جانب المعارضة السورية، بل والدخول في مفاوضات ربما تكون الجامعة العربية هي الوسيط فيها. نحن ما زلنا إذن في المرحلة الأولى، والطريق يبدو طويلا، يعني لا توجد أي بوادر على أن النظام السوري سيسقط قريبا من تلقاء نفسه، ولا توجد أيضا بوادر على أن المعارضة السورية قد نظمت صفوفها وأصبحت موحدة وإلى الدرجة التي يمكنها أن تدخل في مفاوضات مع النظام السوري. وبالتالي نحن أمام مهمة مركبة جدا وشديدة التعقيد، ولكننا ما زلنا في البداية. أظن أن الفترة المقررة لهذه البعثة هي مدة شهر، ثم بعد ذلك سينظر مجلس جامعة الدول العربية في تقارير المراقبين ويستخلص النتائج ويقرر في ضوء هذه النتائج ما هي الخطوات اللاحقة. طيب أسأل ضيفي من بيروت الكاتب قاسم قصير، يعني هل كما قال الدكتور حسن نفع استفاد النظام السوري من تفتت المعارضة السورية؟ طبعا من الواضح أنه حتى الآن المعارضة السورية خصوصا المعارضة في الخارج لم تنجح في تقديم صورة البديل عن النظام، كما أنها لم تنجح في تنظيم صفوفها بشكل كامل، ولا تزال هناك خلافات بين أقطابها يعني. وشهدنا محاولات عديدة لتجميع المعارضة السورية سواء في تركيا أو في تونس أو في باريس، لكن لاحظنا أنه لا تزال هناك مشكلات. النظام في سوريا استفاد أولا من تشتت المعارضة وعدم قدرتها على التأثير على الداخل بشكل كبير، كما أنه استفاد من الظروف الدولية وعدم سماح روسيا بصدور قرارات من مجلس الأمن، بالإضافة إلى أن النظام في سوريا لا يزال يمسك بأسس الهيكل السلطة في سوريا، الأجهزة الأمنية والجيش والمؤسسات الرسمية. النظام في سوريا يبدو أنه لديه الآن فرصة أخرى من أجل أن يعيد النظر في أدائه، وكذلك وجود المراقبين العرب هو فرصة. عندما يعطى النظام في سوريا شهر بوجود المراقبين العرب، يعني هناك فرصة جديدة، أنا برأيي فرصة مهمة جدا من أجل إعادة النظر في الأداء، يعني الأداء السياسي. يعني كلنا يعلم أن الحل الأمني أو الحل العسكري لا يمكن أن ينهي الأزمة في سوريا. نحن بحاجة إلى حل سياسي متكامل يقوم على وقف العنف كله والبحث عن حوار جدي، وهذا هو جوهر المبادرة العربية. قبول النظام في سوريا بالبروتوكول وبالمراقبين قد يكون بداية الحل. أنا برأيي حتى المعارضة السورية ينبغي أن تنطلق من هذه المسألة من أجل أن تتابع المسير، بدل أن يعني تعترض على أداء المراقبين أو توجه لهم الملاحظات. طيب أتوجه بهذا الكلام إلى الأستاذ الدكتور حيان من دمشق، هل يعني فعلا يمكن أن ترى سوريا في وجود المراقبين فرصة وبداية للحل، أم ربما تنصب الجهود فقط على احتواء مهمة المراقبين وتجاوز هذه المرحلة من ضغوط دولية وإقليمية على النظام السوري؟ دكتور حيان. الو يا اخي، انا اسمع تشويش على الطرف الاخر، ارجوك يعني انا ما يعني دكتور حيان لا افهم سر ذلك.
يعني انت تبدو طوال الحلقه طوال حديث الضيوف متابعا لما هل هذا يقال ولا توجد اي مشكله؟ لا لست ادري ما الذي يحدث عندما اتوجه اليك بالحديث. السؤال، هل ترى سوريا، هل يمكن ان ترى سوريا في وجود المراقبين فعلا فرصه لبدايه الحل، ام فقط ينصب التركيز على محاوله احتواء مهمه المراقبين وتجاوز هذه المرحله من ضغوط دوليه واقليميه على النظام السوري؟ بداية نحن لا نرى أن معالم الحل سر ويجب أن نبحث عنه. معالم الحل واضحة، معالم الحل بالحوار، معالم الحل بالتفاهم، معالم الحل يجب أن نلتقي جميعا كسوريين ونحدد رؤية واضحة للمستقبل، معالم الحل أن نتعامل مع الواقع كواقع. على كل رحبنا بالجامعة العربية ونعتبرها الحضن الدافئ لكل العرب، وكما تعرف أن سوريا لا تخضع لهذه الضغوط، ولو خضعت لكانت وقعت منذ زمن طويل على اتفاقية وقعتها الكثير من الدول العربية. ونحن نعرف أن أكثر الضغوطات التي تتم على سوريا هي بسبب تمسكها بموقفها السيادي وباستقرارية قرارها الاقتصادي والسياسي. من جهة ثانية، ردا على ضيفك، أقول الذي يرفض أن يعترف بأن هناك عصابات مسلحة اعترف بها أعضاء لجنة المراقبين، أحيله إلى ما صرح به وزير الدفاع اللبناني والقيادة العراقية وأيضا وزير ركان المجالي وزير في الأردن، ولكن لا أعرف هؤلاء الشهداء، وسأرسل لكم قائمة بأسمائهم، والذين أكثر من 60% هم من شهداء الجيش وقوات حفظ النظام. إذا كانوا هم لا يرون هذه الأمور ولا تلهيهم إلا عملية واحدة هي إثارة الفوضى في سوريا، فأعتقد ينطبق عليهم المثل القائل لو خرجت من جلدك لما عرفتك. دكتور، يعني كما ذكرت أنت عن وزير الدفاع وكل هذه الأدلة التي تتحدث عنها عن وجود عصابات مسلحة، هناك أيضا يعني اتهامات ليست فقط من المعارضة السورية لكن من قبل منظمات دولية لها يعني سمعتها ولها مصداقيتها. يعني هيومان رايتس ووتش في البيان نصا سأتلو عليك تقول إن سوريا أظهرت أنها لن تتوانى عن القيام بأي شيء تقويض مهمة المراقبة المستقلة لحملة القمع التي تنفذها، ونقلت عن ضابط أمني سوري والمراقبين في يقولون أنهم تلقوا كافة أنواع المساعدة السورية على بروتوكول الجامعة. المراقبين هم أنفسهم صرحوا عن ذلك. معتقلين، وهناك حديث عن نقل معتقلين وإخفائهم في مناطق عديدة. اليوم تم إطلاق 755 معتقل. وهل هيومان رايتس أتت إلى جامعة دمشق لترى هؤلاء الطلاب الذين سقطوا برصاصات غادرة من مجرم تربى على أفكار متطرفة؟ أنا البارحة سمعت والدة أحد الشهداء وهي أستاذة جامعية مرموقة تدعو بالصفح وتدعو بأن يكون دم ابنها قربانا لإعادة الهدوء إلى سوريا. قارن بين هذه السيدة الفاضلة التي فقدت ابنها الوحيد وبين هؤلاء الذين يفبركون القصص في الخارج ويدعون إلى المزيد يعني من إراقة الدم السوري في سوريا. الحديث عن أكثر من 5000 قتيل في سوريا، يعني دكتور حيان، هل هي أغلبهم من الجيش ومن قوات حفظ النظام؟ طيب يا أخي خذوا الأسماء وحللوها. أتت لجنة المراقبة وبدأت التشكيك بهذه اللجنة قبل أن تطأ أرجلها أرض سوريا. سوريا الفخر والعزة والكرامة. طيب يعني ربما يعلق أستاذ محمود هنا. لا شك هناك شهداء من الجيش سقطوا، ولكن على أيدي الشبيحة من الجيش أيضا حينما رفض هؤلاء الأبات أن يطلقوا النار على أبناء شعبهم فأطلقوا النار عليهم مباشرة. نحن نعرف هذه السلطة الباغية من 4 عقود ونيف كيف استأثرت في الحكم في سوريا وتوطدت في أعماقها شعور الذاتي المميز بحيث أنها هي الأولى في كل شيء، هي الآمرة، هي الناهي، فلذلك الآن ترفض أي عمل إصلاحي. لو كانت على درجة من التعقل والعقل لكانت قبلت من اليوم الأول بأن يجرى هناك إصلاح. نحن تميزنا عن كل طيف من الأطياف السياسية السورية في سوريا. نحن حزب الوسط ناشدنا السلطة السورية وكنا ما نخاطب إلا يا سيادة الرئيس أيتها القيادة المخلصة نرجوكم سارعوا إلى العمل في إجراء إصلاح سياسي دستوري يجنب البلاد الإحن والفتن. كان ذاك في 9/3/2009. طيب استمرينا حتى هذه حتى بداية سقوط أبنائنا حينما هل تركتم هذا له مصداقية والمعارضة السورية تبدو يعني تعاني من انقسامات؟ من قال تعاني من انقسامات؟ لا،
المعارضة السورية موحدة. لا يمكن لنا أن نأخذ على قولي هذا أو ذاك من أن المعارضة السورية مشتتة، والمعارضة السورية تتناغم نسقا بنسق مع الداخل. إنما ما يسير الداخل هم نحن، نحن في الخارج، والأخوة في الداخل كذلك يأخذون بنصائحنا ويسيرون على نهجنا. طيب. هناك تناغم وتواسق محمود. بين يعني الطرفين. كما تحاول السلطات السورية أن تستغل وجود اللجنة لإبراز أحداث تقول أنها وقعت، هل المعارضة السورية ناجحة في القيام بالمثل؟ يعني على ضوء أخبار سمعناها أن بعض السوريين من سكان باب عمر أو أعتقد في حمص رفضوا حتى أن يلتقوا مع المراقبين. لماذا؟ لماذا؟ نعم هذا حصل، ولكن لماذا؟ علينا أن نعود إلى نقطة البداية. نقطة البداية ما هي؟ سوريا كسلطة وضعت شروط وتمعنت في الأشخاص الذين ترغب بهم كي يكونوا في لجنة المراقبين. الجامعة العربية كذلك أبدت موقف ومن ثم وافقت على أشخاص، أعطت أشخاص أسماء ومن ثم وافقت على هذه القائمة. طيب هل أخذ رأي الشارع الثائر في هؤلاء الأشخاص الذين تم تقديمهم إلى السلطة السورية والذين تم انتقاؤهم كي يكونوا في هذه اللجان؟ المعارضة لم يؤخذ رأي المعارضة على الإطلاق. فقط هو واقعي تبليغ. إجراء استفتاء شعبي على يعني أن يصل مراقبين عرب إلى سوريا، وهل اللافتات التي رفعها المتظاهرون في مناطق عديدة في سوريا تطالب بتدخل الجامعة العربية وتستغيث بالجامعة العربية، ليس هذا استفتاء إذا جاز لنا أن نصفه على موافقة المعارضة وموافقة الشارع السوري على قدوم المراقبين؟ موافقة على قدومهم، ولكن هل أخذ رأيهم بنوعياتهم؟ لماذا أخذ رأي السلطة السورية ومن ثم أخذت اسم وأسقطت اسم آخر؟ لماذا؟ ألا يعني تحفظ المعارضة الآن على تشكيلة لجنة المراقبين؟ لا شك في ذلك. من خلال نحن ما تحفظنا إلا نقول هذا حق على الجامعة العربية حينما أبدت أسماء إلى السلطة السورية عليها بنفس الوقت من باب الأنصاف والمعيارية الصحيحة أن تكون كذلك قدمت إلى المعارضة السياسية السورية أسماء وتقول لهم هذه اللوائح التي سنقدمها ونعتمدها، ما رأيكم بها؟ هذا جانب. الجانب الآخر ما حصل، نحن حاليا نحن لا نستبق الأمور، نحن جماعة ننشد الحال التعقلي والعقل، ننظر إلى التصرفات التي قام بها الأخ مسؤول اللجنة في اليوم الأول، بناء عليه نحن نحدد الحكم. كذلك ألم يرى وكل أخ كل إنسان في هذا في هذه المعمورة حاليا ألم يروا كيف عضو من أعضاء اللجنة كيف كان يركض مع إخوانه السوريين تحت القصف؟ ألم يشاهد هذا القصف؟ طيب هل وقف القصف الرصاص؟ هل وقف عملية القتل؟ استمرار العنف خلال عمل اللجنة. طب أستاذ قاسم في بيروت، يعني هل تشكيلة اللجنة لجنة المراقبين العرب الآن هي المشكلة؟ هل يمكن أن يكون هذا طرح مقبول؟ يعني أنا برأيي مشكلة يعني تشكيل اللجنة انتهى، يعني هذا الموضوع لم يعد في مجال، لأنه الآن المراقبين تم تشكيلهم وهم ذهبوا وهم بدأوا عملهم. المطلوب الآن متابعة عمل المراقبين العرب. أنا برأيي المعارضة السورية يجب عليها أن تشجع عمل المراقبين وتدعو هؤلاء المراقبين للتصرف بحيادية وبواقعية وأن ينقلوا الصورة الحقيقية، وأن توجه نداءات للشعب السوري للتجاوب مع مهمة المراقبين، لأن هذه هي فرصة المناسبة لمعرفة ماذا يجري في سوريا. هؤلاء المراقبون الذين تم اختيارهم وكل الناس أشادت برئيس لجنة المراقبين، هذه فرصة الآن، لأنه للأسف نحن ليس لدينا صورة كاملة عما يجري في سوريا. النظام يتحدث عن أمور والمعارضة تتحدث عن أمور، نحن نريد الصورة مكتملة. المراقبون هم الذين يمكن أن يشكلوا هذه الصورة، إضافة إلى أمكنة وسائل الإعلام التي ترافق هؤلاء المراقبين. هناك فرصة ويجب أن تعطى الجامعة العربية والمراقبين يعطوا فرصة لمواكبة مسير عملهم ودورهم. نعم. وبالختام يمكن الحكم، يعني لا يمكن الحكم على مهمة المراقبين من يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. هذه فرصة يجب أن تشجع المعارضة، إذا كان للمعارضة في الخارج دور في التأثير على الداخل، يجب أن توجه البيانات من أجل. نعم. أن يتعاون. طيب. الناس
ما مهمة المراقبين بدل أن يعرقلوها سريعا؟ يعني إذا كان لابد من الانتظار أو لابد للمعارضة أن تنتظر حتى نهاية عمل اللجنة، ألا ترى أنه كان من الخطأ أن يطلق رئيس اللجنة تصريحاته عن الوضع في حمص الآن؟ يعني موضوع الإطلاق، يمكن هناك مواقف وتصريحات تطلق باللحظة أنه ذهب إلى منطقة ووجد أن هناك هدوء. هذا لا يعني أن الهدوء موجود في كل منطقة حمص. نحن نعرف أن حمص هي من أكبر المحافظات في سوريا وليست تقتصر على المدينة. لكن هو نقل صورة محددة واقعية، لكن علينا أن ننتظر لأنه هناك في إدلب وهناك في مناطق أخرى في دير الزور. وصلت هذه يعني المراقبون لديهم شهر. لا يمكن الحكم على مهمة مراقبين من يوم واحد. دكتور حسن نفع في القاهرة، هل يعني بقراءة المشهد السوري بشكل عام، هل يمكن اعتبار مهمة مراقبي الجامعة العربية في سوريا هي مرحلة فاصلة في تاريخ الأزمة السورية، وبعدها ربما سيتحدد مسار هذه الأزمة إلى حد بعيد؟ هي بالتأكيد مرحلة مهمة، وقبول سوريا لها يؤدي إلى يعني تمكين العالم كله من أن يشكل فكرة يعني أكثر حيادية، لأننا كنا نسمع قبل ذلك الطرف السوري له أطروحة والمعارضة لها أطروحة أخرى مناقضة، ولا أحد يستطيع أن يقدم تقريرا محايدا أو صورة محايدة لما يجري. أظن أن البعثة ستقدم صورة مختلفة تماما عن الطرح السوري من ناحية، وعن طرح المعارضة يعني طرح النظام وطرح المعارضة من ناحية أخرى. لكن ماذا ستفعل الجامعة العربية بعد ذلك؟ هذا سيتوقف على مضمون التقرير، وأظن أن التقرير لن يكون له أهمية في حد ذاته إلا إذا كانت هناك إرادة من جانب النظام السوري وأيضا من جانب المعارضة على التسوية السلمية للأزمة. إذا استمر النظام السوري في اعتقاده أنه يستطيع أن يفرض حلا أمنيا على ثورة شعب فهو لن يستطيع هذا، وإذا تصورت المعارضة أنها تستطيع بميليشيات أو بكفاح مسلح من الداخل إسقاط النظام السوري فأظن أنها لن تستطيع ذلك. وبالتالي يمكن للجامعة العربية أن تلعب دورا مهما إذا وصل النظام السوري إلى قناعة بأنه لا حل أمني لهذه الأزمة، وإذا توصلت المعارضة السورية إلى قناعة بأنها لن تستطيع إسقاط النظام وبالتالي يمكن بدء مفاوضات، هنا ستدخل الأزمة السورية مرحلة حاسمة. لكن قبل ذلك أظن أن كل طرف سيحاول توظيف بعثة المراقبة لصالحه. شكرا دكتور حسن، وعذرا طبعا يعني سنضطر إلى إنهاء الحلقة لضيق الوقت. في نهاية الحلقة أشكر ضيوفي من دمشق الدكتور حيان سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة تشرين، ومن بيروت الكاتب الصحفي قاسم قصير، ومن القاهرة الدكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمود علي الخلف مؤسس حزب الوسط السوري، وإلى أن نلتقي على خير في حلقة مقبلة لكم تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا محمد سيف النصر، وإلى اللقاء.